السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ليك الحمد لله. حضرتك بس بالنسبة يعني انا بشوف في ناس بتدخل في الصلاة، يعني لما اروح اصلي مثلا في الجماعة في ناس بتدخل قدام مننا كده واحنا بنصلي جماعة. نعم نعم. هل هذا مش حرام؟ قاعد السؤال لو سمحت. حضرتك يعني مثلا احنا بنصلي جماعة، كويس؟ ماشي. الإمام قدام واحنا بنصلي وراه، في ناس بتيجي بقى بتيجي مثلا يكون الصف مكتمل لحد الآخر، يجي يخشوا مثلا من وسط الصف، ممكن يعملوا صف قدام مننا، هل هذا حرام ولا حلال؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة جاز. شكرا. عفوا.